أبت الرئيس، أباء الأحبة، إخوة الأحبة، إخوة عائلة مار شربل، إخوة الأحبة اللي عم بيتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سلام الرب معكم جميعا. سمعنا الإنجيل اللي بيحكي عن مريم ومرتا وموت العازر، كيف تصرفوا معه. ولما وصل يسوع وجد أن العازر قد قبر منذ 4 أيام، له 4 أيام ميت ومقبور، دفنوه. وكأنه ربنا بحكمته، وكأنه ربنا سجود لاسمه، بينطر حتى تتعقد الأمور، حتى مشاكلنا تصير معقدة، حتى يحلها بطريقته ويظهر مجده. ونحن بهالوقت بنفتكر وبنعتقد إنه ربنا مش عم بيسمع صلاتنا، مش عم بيسمعنا، أمرنا ما بيهمه، هيك منفكر، أو كأنه عم بيتفرج علينا وبس. بس بعد هيك منشوف إنه وقت اللي بتنحل أمورنا، وقت اللي بتتفكفك هالعقد والمشاكل اللي بتنحل تبعنا، إنه الوقت اللي اختاره ربنا أجمل وأحسن وأهم بكتير من الوقت اللي نحن منبقى بدنا إياه ورايدينه ومختارينه. وإنه الطريقة اللي ربنا حل فيها المشكلة بتخصنا هي الطريقة الأفضل لنا، مش مثل ما نحن مريد. النص بيقول إنه اليهود كانوا مجموعين بكثرة، موجودين بكثرة عند مريم ومرتا، عم بيعزوهم بموت خيهم لعازر. بده يكون حدا إجا خبرهم إنه يسوع صار بأول الضيعة بعد ما فات على الضيعة. قامت مرتا وركضت لعند المسيح، راحت تشوفه، راحت تلاقيه. ومريم بقيت بالبيت. هالمرة مرتا سبقت مريم. دائما بنقول مرتا مرتا مشغولة ومهموكة بأمور كتير، والمطلوب واحد. مريم اختارت النصيب الأفضل لأنه عم تسمع عند إجرين ربنا. هالمرة مرتا سبقت مريم. أحيانا أوقات نحن اللي منصلي، نفتكر حالنا عم نصلي وقراب من يسوع، منظن براسنا ومنعتقد إنه المشغولين بالحياة ومهموكين بأمور كتيرة أو ما بيصلوا، أو نحن منفكرهم ما بيصلوا بالأحرى، يمكن هودي يسبقونا لعند الرب، لأنه ربنا بيهمه كتير الإنسان اللي بيفتح قلبه لقله قبل ما يفتح تمه ويحكي. القلب يكون مفتوح للرب، هذا اللي بده إياه ربنا، حتى تكون بداية الإيمان الحقيقي اللي بتوصلنا، يلي هي الطريق اللي بتوصلنا ربنا. وهون مرتا بيّن إيمانها كتير قوي، ركضت لعند يسوع، ركضت. وقت وصلت لعنده قالت له: لو كنت هون يا رب ما كان مات خيي، لو كنت موجودا لما مات أخي. هذا الكلام اللي قالته مرتا، هالجملة اللي قالتها حلوة، فيها إيمان، بس منه إيمان كافي، منه إيمان كامل. لأنه كأنه يسوع لو كان، يعني كأنه يسوع بيقدر يعمل شيء قبل الموت مش بعده، وكأنه ربنا بيقدر يشفي المرض بس، كأنه له سلطان على المرض مش على الموت. يعني كأنه بهالإيمان اللي عنده قادر يعمل شيء بس للإنسان قبل ما يموت مش من بعد، مثل شفاء مرض وغيره. ليس كافيا، منه كافي أخوتي أنه نآمن أنه المسيح بيشفي أمراضنا وبس. هذا مش إيماننا، مش إيماننا أنه المسيح بس بيعطينا اللي بدنا إياه نحن، اللي نحن منريده. هذا مش إيمان الكافي أو الكامل. الأهم منه بكتير أنه نآمن أنه يسوع المسيح قادر يقيمنا من الموت، قادر يقيمنا من الموت. هيدي رسالة يسوع المسيح، هذا هدف ربنا اللي إجا كرماله على الأرض، تيقلنا أنه أنا الله الحي الموجود، آمنوا وثقوا فيي وأنا اللي بقيمكم من الموت. هيدي الخطوة، هالإيمان بالقيامة يسوع اللي كانت بتنقص مرتا، اللي كانت ناقصة عند مرتا، لو كنت ها هنا لما مات أخي، يعني لو كنت هون ما كان مات خيي. ومش بس مرتا، وبتنقص كانت بعد بهداك الوقت تلاميذ يسوع اللي ماشيين معه عم بياكلوا معه وبيشوفوا كل عجايبه، آمنوا فيه أنه بيشفي مريض وبيطعمي خبز وبيكتره، بس كانوا بعد مش مؤمنين فيه انه الاله الحقيقي اللي بيقيم من الموت. يسوع قبل هذا النص قال لهم لتلاميذه، قبل هالنص يعني بالايه 14-15، قال لهم: بيفرحني انه العازر مات وانا مش موجود، حتى تامنوا، حتى تامنوا، لانه بده يقوي لهم ايمانهم
رح يقيم لعازر من الموت. مرتا قالت لو كنت ها هنا يا رب لما مات أخي. وكأنه عم بتعاتبه، عم بتلوم إنه ليش ما كنت هون؟ لا يا رب ما كنت معنا. وهالجملة لو كنت ها هنا يا رب لما مات أخي قالتها مريم بالآية 32 بعد هذا النص ذاته. مريم هون تساوي الإيمان بين مريم ومرتا، قالت له يا رب لو كنت ها هنا لما مات أخي، لو كنت هون ما كان مات خيي. نفس الجملة نفس الكلمة قالتها. نرى هذه الآية ونلوم أمرار كثير نقرأ هالآية إنه ولو يا مرتا كيف بتقول عن ربنا هيك، كأنه عم نلومها بداخلنا. وقت قالت لو كنت هون يا رب ما كان مات خيي، نحن عارفين إنه هو الله بس عم نلومها بقلبنا، كيف بتقولي هالشي؟ مين قال لك إنه ربنا ما كان موجود؟ مين قال لك إنه ربنا مش موجود؟ نحن أمرار كثير مثل مرتا بهالجملة. كم مرة نحن بنمرق بنفس الموقف عند صعوبة أو مشكلة معينة ومنقول يا رب لا ما عم تسمعني، يا رب بحكيك لا ما بترد علي، يا رب أنت مش شايفني، يا رب منك عم تشعر معي. كم مرة بنقول له يا نحن وكأنه الرب عم يتفرج علينا ومش شايفنا، ما بيعرفنا. لو كنت هنا لما صار هيك وهيك، لا تركتني يا رب. نحن كلنا بنمرق فيها. هذا الإيمان اللي بعده ضعيف بعد ما وصل نآمن بربنا يسوع المسيح اللي بيقيمن من الموت، بطل خاف من أي شيء، حط كل ثقتي فيه وأوثق فيه واتكل عليه وهو بيحل لي كل مشاكلي، ما أعطى الهم وما خاف. رب يسوع قبل موته وقيامته كانوا بيشوفوه بعيونهم، كانوا شايفينه بعيونهم وقت كان موجود معهم وبيتأكدوا أنه موجود معهم. بس بعد القيامة، بعد ما مات ربنا وقام من الموت، رح يتعودوا عليه أنه موجود بس من دون ما يشوفوه بعيونهم، بجوا يشوفوه بعيون الإيمان. وبقى الرب أصلاً ربنا يسوع المسيح ضل يظهر لتلاميذه لفترة طويلة 40 يوم، يظهر من وقت لآخر حتى يعودهم أنه هو موجود ولو مش شايفينه. فجأة يظهر حتى يقلن أنا معكم إلى الأبد، بس آمنوا وشوفوني بعيون الإيمان. قال ليسوع لمريم سيقوم أخوك، قالت له سوري لمرتا، قالت له نعم أعلم أنه سيقوم في اليوم الأخير. قال ليسوع ساعتها لا، أنا القيامة والحياة، واللي بيأمن فيه ولو مات بيحيا، لو إجا الموت ما رح يوصل له لأنه حي فيه. ومن يحيى بي مؤمنا فلن يموت. أتؤمنين؟ بتآمني بهالشيء؟ رب يسوع هو مصدر الحياة والقيامة، والحياة مرتبطة فيه وحده وحده، واللي بيقرب منه بإيمان ما بيموت. هذا اللي يسوع عم بيوصلنا إياه، اللي بيقرب مني بإيمان ما بيموت. قالت له مرتا نعم يا رب أنا آمنت أنك المسيح ابن الله الآتي إلى العالم، العالم كله. هون ربنا بحكمته وصل مرتا أنه تنطق بهالكلمة أنت المسيح ابن الله. وهي كان يعمل مع كل إنسان يشفيه. تذكروا الأعمى وقت الشفاء، قال له أتؤمن بابن الإنسان؟ قال له ومن هو حتى أؤمن؟ قال له اللي شايفه من بعد ما فتح له عيونه. قال له أنا اللي قدامك شايفه. قال له آمنت يا رب. الاعتراف بالرب يسوع أنه ابن الله الحي، الإيمان فيه، العمل بحسب مشيئته، هو اللي ربنا بيريده، وهيدا الطريق والباب اللي بدخلنا للسماء، بدخلنا للحياة بيسوع المسيح. يسوع المسيح بالأخير إخوتي ما فات على البيت لعند مريم ومرتا. كانوا اليهود مجمعين مليان البيت، عالم عم بيعزوهم بموت خيهم، حزن موجود بهالبيت. يسوع ما فات، طلعهم منه، أخرجهم من البيت وجابهم على القبر وفرحهم بالقيامة. هذا ربنا يسوع المسيح بيطلع الإنسان من حزنه وقت بيكون مسكر على قلبه، مليان قلبه كآبة وحزن. ربنا بيقول له طلع من هالحزن وساق فيه. والبيت اللي في حزن من دون رجاء إنه يسوع المسيح هو القيامة، من دون إيمان بالرب يسوع إنه هو رح يشيلنا من حزننا، هذا البيت أو هذا القلب ربنا يسوع أكيد ما رح يدخله. مطرح ما في حزن يدخل، بس فقط يدخل بالإيمان القوي. عندها ربنا بيقيمنا من قبر حزننا ومنفرح. آمين.